انه دول لعيبه لعبوا رجاله، لكن ما هو البني ادم لا يعني لا تكلف نفسا الا وسعها. 120 دقيقه، 3 مباريات، 2 يعني هلكوا. انا كنت بشوف، انا كان بيصعبوا عليا، انت فاهم، رايح جاي رايح جاي رايح. انا بختم بقى، انا بختم دلوقتي، انا كاتب احط حتى الماتشات. احنا بدانا بثلاث ماتشات كنا بنتعامل مع الراجل مفيش ثقه في الراجل، مظبوط. وبعدين لعبنا ثلاث ماتشات تاني، الثقه بقت 50% 70% لغايه ما وصلت دلوقتي بقت ثقه بالراجل وقناعه بالراجل وامكانيات الراجل. الراجل والمدرب او الكوتش اللي بيدير المنظومه بيديرها في التدريب، بيديرها من على الخط، بيديرها في اوضه اللبس، التعليمات، يجيب بقى التاتش سكرين ويقعد يشتغل مع اللعيبه، كل ده تمام. لكن وانس ان انا دخلت الملعب انا ببقى انسان تاني، اعتمد على نفسي، على خبراتي، على لياقتي البدنيه وتوزيع لياقتي البدنيه، القوه الفنيه بتاعتي هوزعها ازاي في المباراه، في اعمال كتير انا هشتغل عليها. هو بكره عن اللعيبه، انا شايف اجتماعات اللعيبه هو الراجل بكره هيبقى دوره معنوي ونفسي اكتر منه فني، ان هو مش هيبقى موجود على الخط. بجانب ان في مواقف فنيه امبارح كانت موجوده، اللعيبه اللي كانت تحلها اول امبارح في المباراه، اللعيبه كانت تحل مشاكل كبيره جدا في الملعب. احنا كان في لحظه قبل من ماتش قبل كده حجاز اتعور، مظبوط، ودي كانت بتوقع الفرقه، ما تكون حد خبره ولاعيب كده يوم يصيب. عمرو السوليه المباراه اللي فاتت هو النني، الاثنين بنقول عليهم هم الميزان، الاداء الفني وان انت ترجح كابتن نص الملعب، هم الاثنين موجودين، وقعوا منك المباراه اللي فاتت مرهقين. المباراه اللي جايه لا، هم بقى هنختم، لازم هقاتل، يا فاضل الخطوه، فاضل النفس قريب، قربنا نوصل، شايفين البطوله، شايفين الدرع. وده دور القائد، ده دور محمد صلاح بالظبط، ده دور القائد. والحقيقه ان محمد صلاح صحيح. من يعني بعد ماتشين كده كانه شد الريتم كده وقال بالزبط. لهم يلا يا رجاله، وانا بشوفه عامل دور القائد. طب انا هقول لحضرتك حاجه، محمد صلاح ادى مثل كبير جدا في ضربات الجزاء، وخلينا نروح لضربات الجزاء، ودي نقطه مهمه. ضربات الجزاء دايما اللعيبه تهرب منها، كله خايف يضيع بلده، خايف بالظبط، وخصوصا الترجيحيه غير بتاعه المباراه. ادى فرص لناس، وده بيبقى اختيار صلاح ولا اختيار الكوتش؟ لا هو بقى يتكلم، احنا بقى كلعيبه نقول لي كابتن سمير انت ايه النهارده مستعد؟ جاهز؟ يقول لي جاهز، انا جاهز، هتشوط انا هشوط، في واحد تاني ما يردش، خلاص ابعديه، خايف يخاف، ابعديه على طول. بس هو ادى الصغير، ادى محمد عبد المنعم، طب يعني محمد عبد المنعم بس هو بيسأله زي ما كابتن فاروق تمام، بس هو صلاح يروح زيزو دخل بيستأذن المدرب، بيستأذن المدرب، وصلاح بيقول مثلا بيروح يكلم على الراجل، وانا هتكلم على اللعيبه اللي هشوط ضربات الجزاء، احنا 10 لعيبه وحارس مرمى، جاهز؟ يقول له جاهز، في واحد يقول له ما يردش عليه، يعرف ان هو جاهز. بيتكلم على اللعيبه، اللعيبه لما تيجي يقول له ما تقولش للعيب انت هتشوط ازاي، ولا سيب اللعيب براحته خالص. وده صلاح، ميزه في صلاح ان صلاح بقى محترف حتى في طريقه كلامه، في التعامل مع اللعيبه،